السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا. النهاردة معانا فيديو جديد وخبر جديد، بس قبل ما أبدأ هنصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو اللي معانا النهاردة عن زاهية داود، والفيديو اللي خرجت بيه وقالت إن هي عايزة تبين إن هي مظلومة، وعايزة أختها تطلع وتقول هي ظلمتها في إيه، وإن القناة بتاعتها وقعت ومشاهداتها وقعت بسبب ان اختها مش بتتكلم ومش بتبرأها قدام الناس، وان هي تحكي كل حاجة وايه اللي هي عملته علشان كل الناس تهاجمها بالشكل ده. كل الاخبار دي هنعرفها مع بعض في الفيديو، بس فضلا لو انت لسه جديد ياريت تشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا بعد ما زاهية داود خرجت في الفيديو اللي عملته على القناة بتاعتها وقالت انا مش هعمل روتين تاني ومش هنزل اي فيديوهات عندي على القناة الا لما تطلع حليمة اختي تبرأني وتقول انا ظلمتها في ايه وليه كل الناس بتهاجمني، انا شغلي وقف وقناتي وقعت. اختي كانت قالت لي ان هي عايزة توقع قناتي، وفعلا قناتي وقعت. بص يا جماعة، اللي انا عارفاه ان دول اخوات وعمرهم ما هيبعدوا عن بعض، مهما حصل بينهم مشاكل فهما في الاول وفي الاخر اخوات، وعمر الدم ما هيبقى مية. بس اللي بيحصل ان التعليقات السلبية اللي بتروح لزاهية والتعليقات اللي بتروح لحلمية وقعت الاختين في بعض، وده حاجة انا مش حباها. يعني انت حابة قناة زاهية فانت تابعي زاهية عشان محتواها، انت حابة حلمية فانت تابعي حلمية عشان محتواها، مش تروحي عند زاهية تغلطي في حلمية، ولا تروحي عند حلمية تغلطي في زاهية وتوقعي الاختين في بعض وتشيلوا النفوس من بعض. حرام يا جماعة، حرام لما زاهية تدخل على القناة بتاعتها تلاقي الناس بتشتمها وبتهاجمها وبتشتم والدتها وبتهاجمها. طبعا الواحد لما بيشوف التعليق السلبي ده، انتوا بالنسبة لكم بتكتبوا تعليق وخلاص، بالنسبة لصاحب المحتوى او صاحب القناة التعليق ده بيأثر فيه. فانا عاجبني المحتوى هدخل اتفرج عليه وهكتب كلمة حلوة، مش عاجبني المحتوى هلغي الاشتراك ومش هتابع. طبعا في ناس كتير هتقول لي طب ما زاهية طلعت وعملت فيديو وكانت بتتكلم بطريقة مش كويسة على اختها والكلام ده كله. زاهية طلعت بعد التعليقات اللي انتوا كتبتوها عندها في القناة. طبعا لما تلاقي كمية تعليقات بتغلط فيها وفي والدتها، طبيعي ان هي هتطلع متضايقة وهترد. طبعا الكلام ده كله اتاخد على زاهية، وبرضو انا عاتبة على حلمية، لان المفروض انتي حلمية كنت طلعتي ودافعت عن اختك وقلتي يا جماعة احنا اخوات وعمرنا ما هنبعد عن بعض، والتعليقات دي بعد اذنكم محدش يدخل على قناتي ويعلق اي حاجه على اختي، ونفس الوضع محدش يدخل عندي اختي ويعلق اي حاجه عليها. صدقيني لو انت كنت طلعتي وقلتي الكلمتين دول كان كل واحد هيحط لسانه في بقه، ومحدش هيغلط فيكي ولا هيغلط في اختك، ولا ان حياتكم الشخصيه تبقى على الملأ بالشكل ده. وطبعا انا بتمنى منك يا حلميه ان انت فعلا دلوقتي تطلعي تعملي فيديو وتقولي ان مفيش حاجه بينك وبين اختك وان انتوا اخوات، وربنا يبعد عنكم كل حاجة وحشة، وما تحاولوش تدخلوا اي حد ما بينكم، لان انتوا هتفضلوا سند لبعض ودعم لبعض وعمركم ما هتستغنوا عن بعض، ومش تعليق الناس ولا كلام الناس هو اللي هيخليكم تكرهوا بعض. دي كان الفيديو بتاعي، لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. اترككم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله.